أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنما خميسة قدبا حساسي هاي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي هاي اللي باند من محمد عبدي أو حال اللغو ديلي مقالة البلد وين قرح حقاً أيالا لأكتاي في الصومالية إيا الدلاقة قسل فهد ياسين حاج الداهر أيان الله آنين يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او دكتر ديقة او دري تيم في الصوماليا ايا ورر كيشار لغو قاذا ايا حارون تحالاني انقو هرية الله انا حريستي وحا حالي مقالة البلد وين قرح لغو لدي حلبان امين محمد عبد او سوين او قدو دي جرتي عدالة وهيلي دكيس كيكران تهليل خوف نفتي هاليقا اه ايالا شيقي انو اسمو قرحي اي حلباند امين او اسلا قوب تكو قيريو تي قرح وحا او كرد عاي ميل او دو مدحتوي لهير شبيل اي بلد وينه سيدو كلا قرح اللباد ايا كرد عاي اقاقار كا وحانا هوذا كبحاي كورنتا دا مقالة دا بلد وينه جويغا مقالة دا ايا مر قرا اسبدالي وحانا مقالة دا كسعودي دورشة دا كورسيقا حب ابر كو يتوان او اي او ترتميين وزيركي هورا اي امنيقا عبد الرساق او اها وزيركي امنيقا حسن شيخ محمود شالي إلا حالي بلد ويني وحا كسعود دورا شاقاذك او كدوان كوي هورا وحانا قبل دعي مقالة دا سلاغو دورتي عبد الرساق عبد الله او كوغوليشتي كورسيقا حب ابر لحدان يسدح او هوري اوغو فردية عبد الله قودح بره وزيركي هورا وحبرا شلا اسلامار كاسين وريقا اوغو هوري يوكو هاري اكس حلبان اي وزيركي هوري وحبرا شلا عبد الله قودح بره ايا وحا او هلي طبان عد او كليا وريقا هوري ايونا كوغول درايستي هال كاسين وحا كسو بحي حلبان اي وطان هم اللي قارن شيخ شريف شيخ احمد دينا عكلا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او كهدلي ويرردي لغو قادة شلي حرادة حالاني مال مهان او ادل وحاين سوكار يي ديگنينو اس سوتر يي او كو ادن امنيجينا شخصيغا اه ايو ان لقرشينا يو ويرر لغو قلقل قلين ايو امنيجا لغونا ابور ايو عبسي قلين ويرر كا كردع اي حرادة حالاني وابلوغي هولغ لداسي ايو يري الشباب حكومة سوغلين قدها وين عدهاي إن للاشقية يي لونا فوددي يي هولغالك وحاكالو إيانا موقتا إن ويرركي ماانتا و جوابو أها فارينتي إهيد إن دورشادا قدوميا بارلبانكا لغو قبتو تيندا دا فيسيوني دالكا وحوكو جراح اللي حساسي أه أوكالا قوراهي ولينا هاي أذيهي أمنيقا وحي قعانتا وغو جيران كوح عن سريق لهين أو ودوكاستا أمرا يحاكي جنتا دانتو دا شخصيقا هي intaan ka badan raisul wasaare Roble indhaha kama laaban kartid mas'uuliyadda ka saaran dalka gaar ahaan amniga iyo hawlaha xilwareejinta xilliga kala guurka ah waa in xukuumadu qaado tallaabooyin muuqda oo dib u habeyn lagu sameeyo hoggaanka hay'adaha amniga xilkoodana loo dhiibo shakhsiyaad lagu aamini karo amniga dalka faraha kula jirin siyaasadda iyo doorashooyinka hadii aysan taasi degdeg u dhicin waxa ka dhalanaya in shacabka idinka iyo dawladnimadaba uu idinka aamin baxo ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si kastaba ha ahaatee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhagta dhiigga u daray dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina amnigii ayay gacanta ka saareen xilibaan kasta waa la beegsanaya baladweyne kursigii cadaaladda gabadhii u doodi lahayd Ikraan Tahliil ayaa si toos ah loo beegsaday maxaa kulmiyey in ay kursigaasi u tartanto in iminka la dilo dilaaga qosla fahad yaasin xaaji daahir iyo filla soomaaliya maxaa kale oo laga sugayaa dhinaca kale lafta garan iyo filla soomaaliya oo guuldarro weyn ay ka raacday doorashadii kursigii goodax bare waxaa la soo gabagabeeyey doorashadii kursiga hob ever 63 oo ahaa kursigii ugu adkaa ee doorashooyinka ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasi oo socotay saacado badan kursigaani oo ay u tartameen ilaa 9 musharax oo ku jiray xilibaankii ku fadhiyay kursigaas 4 sano ee la soo dhaafay Cabdullaahi Goodax Bare ayaa waxa ugu dambeeyay wareega ugu dambeeyay tartamay Cabdirasaaq Cabdullaahi Ciid iyo Maxamed Daahir wareegii ugu dambeeyay ayuu Ciid waxa uu helay codad gaaraya ilaa 56 cod halka musharaxii la tartamayay ee Maxamed Daahir uu helay 44 cod wuxuuna gudiga sheegay inuu halaabay hal cod musharaxa laga guuleystay ee Maxamed Daahir ayaa waxay walaalo isku hooyo ah yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen kaasi oo lacag aad u fara badan ku bixiyay doorashada walaalkiis waxa uuna doonayay haddii uu walaalkiis soo baxo in uu u tartamo kursiga guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina qoondadii beelweynta hawiye guddoomiye laga dhigo halka raisul wasaarana laga dhigo digli mirifle madaxweynahana daarood oo qaato Maxamed Daahir ayaa wuxuu sidoo kale taageero weyn ka haystay filla Soomaaliya oo waqti badan gelisay inuu kursigaani ku soo baxo balse ugu dambeyntii waa laga adkaaday
دانكا كلام الشرح كقول يستي ترتنك كرسي جاني أي وح وكثير سيني هاي حزب جاهي من لقارن أيه جامي شيخ شريف شيخ أحمد كاسي أو قد بالدق جوشيسا كرسي جاني أو ترتنكيس أو قاتي ساعة بدن أي كمد ها كراس تبيش حواد لإتال مقال بلدوينة كواسي أو مد بدن لا إسكو هايستي إن شخصيات قار أي لو حرو إيو إن سي عدالة داهي لوغو ترتمو مدحوين علي قود لاوي حسين أي قوان كو قاري إن كراس تبيشاسي أي نقضان كو وفوران أو سي عدالة داهي لوغو ترتمو ما دام أو جري خلاف مد بدن أو دحيي إساقا إيا بيش كراس تليه فضلا دب أدا وراركيني هوري إي عالان سيد الميديا حوق حساسي وراركي وقود دنبيي وراركي لغو قادي حيرادة حالانا إيا قرون كآدن عدي شمقف أو أجانب أهي أو لغو دلي وراركي حالانا حلبان ما هاد سلا دور نكتدي قود دري دوهاني محمد عبدالله فرماجو إسلام مركاسينا شاقي إن لغا بدباديو في الله صوماليا دالكا إيا أمدا صوماليا أنكو هرأي أغيران لحقف أيا لحقيجي إني كدنتين ويرركي الشباب أيكو قادين حيرادة حالان أي مقالد مقدشة سيدة أي حقيجيين بوليسكا أفاينك بوليسكا قاشان لعبد فتاح آدن حسن أيا شيغي إن لحظة قف أيشان كميد أيهين أجاني بسلام مركاسينا أو كجرو أسكري كتيرسان عيدا مدى أميسوام قف كل حادنا أو ياي صومالي وحاو انتاسي كدري إن داد كدنتي أي سيدو كري كجرين تاببرا يالك عاوين يي دولة دادين عطاببارك قرحيلا بالسما أوسان شاعين دلالك أيك كليمادين أفاينك أيهي شيغي إن ويرك أي قادين لابا كميد أي كوحدة الشباب إسلام مركاسينا إمنك اللدي لي ورر آن لحقيجين أيهي شيغي إن أي سورة قلتا هاي إن رقا ويرك فوليي أي قاليين إلا أفر قفوت خرقا ويرك قيستي أيهي وحالا شيغي إن أي وطين كاررك أي ديغا إسلام مركاسينا دريسك عيدا مدى أي كل بسنايين خسارة أيهي لغا عبسي قبا إنو انتاسي كبتا وحانا ويرركاني أو أي شيغتي الشباب ونقون أيهي كي وغو قسارها بدنا ee ay ku qaado xeerada xalane oo ah halka la sheego inay ugu amni badan tahay dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho weerarkani ayaa dhaliyay hadal hayn iyo shaki xoogan oo ku aadan sida loo soo abaabulay maadaama lagu beegsaday xero si weyn amnigeeda loo ilaaliyo xaalad kacsanaan ah ayaa saacad ka dib laga dareemay waxaana halkaasii saacad ka dib laga maqlayay gudaha xeerada xalane xabado aad u xoogan si kastaba ha ahaatee qasaaraha ayaa la leeyahay way soo badan karaan dina akale xilliban mahad salaad oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in weerarkani uu saameeyay duulimaadyadii gudaha iyo dibadda in muddo ahna wax duulimaad ahi aysan duulin shan sano ka hor hangarkii afisyoone lagu doortay xukunka dalkana lagula wareegay ayaa maanta xabad ka dhex socota duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ayaana mar qura istaagay ayuu qoraalkiisa ku yiri xilliban mahad maxamed salaad waxaa kale uu weerar afka ay ku qaaday maamulka dhowaane farmaajo isaga oo shaaciyay inay ayaan darro tahay in howlkii lagu doortay shan sano ka hor ay maanta ka dhacayso rasaas xoogan iyo weerar rag ajaanib ahna lagu dilay dhowr iyo toban sano meel shabaab weligood aysan imaanin ayay maanta ka dhex dagaalamayaan farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doone ee hambada hartay ha laga badbaadiyo ayuu yiri xilliban mahad salaad si kastaba ha ahaatee taariikh xumo iyo sumcad xumo ayuu u soo jiiday ummadda iyo dowladnimada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee shabaab waxaa laga filan karaa in iminka ay filo soomaaliya ku soo daataan isla markaasina ay ku dilaan siyaasiyiin xildhibaano wasiiro xataa ajaanib dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka